التنامي الرهيب لحالات الطلاق في الجزائر الذي قارب 70,000 حالة سنة 2017 دفع بالمجلس الإسلامي الأعلى والفاعلين في المجتمع المدني إلى البحث عن حلول وطرق تساهم في التقليل من هذه الظاهرة. أنا نبحث ماشي نبحث في كيفاش نفكر بعد، أنا نبحث كيفاش نقص، كيفاش يعني يكون، لأن الزواج هو رباط مقدس، هو رباط مقدس لابد أن يعني ننظر من هذه الناحية، من ناحية كيفية ما هي العوامل التي تجعله يستديم. تعددت أسباب انتشار ظاهرة الطلاق في المجتمع الجزائري بين نقص الوعي وحب الاستقلالية والتحرر الاجتماعي، فيما ذهب البعض إلى أن المرأة تسيء أحياناً استغلال حقوقها. بعض النساء يستخدمن هذا الحق في غير محله الشرع، ما يسمى أو ما يصطلح عليه بالتعسف في استعمال الحق، لكنه في نظري نسبة ضئيلة جدا. هنالك في بعض المرات انفتاح، نقدر نسميه انفتاح، أو ربما هنالك سوء استغلال وسوء التسيير هذه المادة. أما المجلس الإسلامي الأعلى فيرى الموضوع بعين مغايرة. كان يقول لك يعني تخلطوا كما يقولوا ما فونت كوميرس، يعني اليوم تخلع هذا ومن بعد تروح تزوج ومن بعد تخلع الاخر ومن بعد تزوج تخلع الاخر. المرأة اللي تخلع ما يزوجوش بها الناس. لكن النساء ورغم الحقوق التي كرسها القانون الا انهن لا يذهبن الى خيار الطلاق او الخلع الا وهن مجبرات حسب البعض. والمرأة ماشي هي السبب الرئيسي باش في الطلاق، باسكو هي مادا بيها تكون عايشه عالز وتعيش بيان، وشي غير كي تتحتم الله غالب. تقول عندي الحق باش نخلع، بس تقول لا عندي دراري فوالا عندي كي يتلقوا شي يقولوا عليا الناس، سورتو في الجزائر كاينه ديك العفسه تاع وش يقولوا عليا الناس. لا يختلف اثنان على ان الطلاق ينعكس سلبا على العائله والمجتمع، وضروره ايجاد حلول حتميه تفرضها الارقام التي تتزايد باستمرار، ولو تطلب ذلك مراجعة قانون الأسرة كما دعا إليه المجلس الإسلامي الأعلى اليوم.